أقامت الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي قداديسها الإلهية احتفالاً بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية بمشاركة جموع من أبناء الرعاية. إلى التفاصيل. احتفلت الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد وذلك بإقامة قداديس إلهية، حيث ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا صلاة عيد الميلاد المجيد في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة ومشاركة جموع من المؤمنين محتفلين بالعيد المجيد مرنمين: المسيح ولد فمجدوه، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه، المسيح على الأرض فارتفعوا، رتل للرب أيتها الأرض كلها. والأرض تنعم الله يدنى منه المغارة والروعة والملائكة. أبانا وباترياركنا ثيوفيلوس وجميع إخواتنا بالمسيح جميعكم جميع المسيحيين خاصاً البان الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع نسائكم وأولادكم كلا مرتلين يذكروا رب الإله في ملكوته كل حين على أنا كل وانين وإلى داخل داخلين. وبعد قراءة الإنجيل المقدس تلا قدس الأب بطرس جنحو نص رسالة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين للتهنئة بمناسبة العيد المجيد. جاء فيها: تعيد ليست الكنيسة فقط بل جميع البشرية بحدث إلهي وسماوي عجيب وباهر غريب ومدهش، ألا وهو حدث زيارة السلام وتدخل الله الشافي في حياة الإنسان. بأن الله الذي جبل الإنسان على صورته ومثاله قد أعاد بميلاده وتجسده جبل الإنسان إلى جماله الأول وحسنه الإلهي الذي كان للإنسان قبل سقوطه جودوتا كريستا كتيمو من تيناي أنسو ينسين. كما احتفل في كنيسة السيد العذراء والشهيد ماريجيريس للأقباط الأرثوذكس بقداس عيد الميلاد المجيد، ترأسه القمص أنطونيوس حنا راعي الكنيسة بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وبحضور السفير المصري لدى الأردن طارق عادل وأعضاء السفارة. وفي عظة القداس هنأ القمص أنطونيوس أبناء الرعية القبطية بالعيد المجيد متمنياً للأردن وللعالم أجمع في عيد ميلاد الطفل يسوع البركة والسلام للأردن والعالم أجمع. ربنا يديم مصرنا وربنا يديم الأردن الغالي. وألقى سعادة السفير المصري نص تهنئة ومعايدة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد لأبناء الكنيسة القبطية في العالم أجمع، نقل فيها تمنيات الرئيس السيسي بالنجاح والتوفيق والدعاء بدوام العزة والرفعة والأمن والأمان. باسم أعضاء السفارة المصرية في الأردن بتوجه بالتهنئة لإخواننا الأقباط في الأردن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كل عام وأنتم بخير.